فوالا رضا الوالدين اللي كان بالادوار اللي كان جاني صعيب انني نلعبو لان عندي ارتباط بالوالدين لواحد الدرجه انا عندي يوميا لدرجه انني حتى في الزواج ديالي حتى في السكن ديالي حتى بقيت مع الوالده وماشي غير انا حتى خوتي كنا هادشي كنشوفو فعلا العائله كامله فوالا لا هو كان اختيار حتى 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 كنا بقينا في الرباط عندنا ارتباط بالوالدين يوميا وغتلعب واحد الدور على انك عاق الوالدين سورتو صلاح الدين موسى غيكون باك وباش غادي تدور فيه ولا تدير فيه شي حاجه شي اكسيون اللي غادي تقيله قاصحه شويه تقيله قاصحه والله وكان انا في القراءه ديالو تنقول واش نلعبوا ولا ما نلعبوش كنقول له الممثل خصو يلعب جميع الادوار ولكن في نفس الوقت لقيت فيه واحد البقعه الضوء اللي هو على انه مغلوب على امر لانه كيتبع الزوجه ديالو لانه واخا كيخرج باه راه كيرجع عنده واحد التانيب الضمير ملي كيكون مع نفسه كيقول نو شنو درت راه كيبقى ولكن كيضعف حدا الزوجه ديالو هي ربما جميله وربما لاباس عليها وربما ربما ربما ربما, ربما. وهذه هي اللي كانت الرساله ولفظ الفيلم اكيد انك شتي على ان الوالدين هما الساس وربما حتى الطفوله ديالك رشيد فهشام ماشي رشيد علاش كنقول شوف هذا طيب عقوبه دابا دو فوا تخوا ديال با تاع سنتي ما كاينش اللي كيديروا في المؤتمرات كيكتبوا السميه لا 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 ما غلطتش في هشام لا لا شوف نقول لك واحد الحاجه باش نبقاو في هذا راه بعض المرات كنسمع رشيد شي واحد سميت الكادور وهو كذلك ولا تكثر كيسمع هشام ولا عندنا ارتباط هو بعض المرات حتى هو كيعيطوا له هشام ولا تسمع مساله عاديه لا تقلقوني وخذ راحتك وتقول تقول رشيد وغنجاوب هشام